طبيعي اننا نلاقي راجل بيعشق الستات وزي ما بيقولوا بالبلد كده بتاع ستات، لكن لما تكون ست بتعشق الرجالة لدرجة انها تتجوز 12 مرة اهي دي بقى اللي لازم نستغربها ونتكلم عنها، خصوصا لو كانت بطلة من ابطال الفن المصري اللي في ناس كتير جدا بتتابعها وبتحب اعمالها. لكن قبل ما نبدأ كده حلقتنا، يلا ما تنساش تشترك معايا في القناة وتفعل الجرس وكمل الحلقة لو عجبتك، اضرب اللايك بتاعك الجميل وقول لي رأيك في الكومنتات. اهلا بيكم، صحينا النهاردة على خبر طلاق الفنانة غادة عبد الرازق. وما ادراكم بمين غادة عبد الرازق؟ خبر عادي جدا، وهو يعني هي اخر واحدة هتتطلق. ببص كده على تكملة عنوان الخبر لقيت نفسي اتصدمت، الزوج رقم 12. انتوا متخيلين الرقم معايا؟ الفنانة غادة عبد الرازق اتجوزت 12 مرة ومفيش واحدة عمرت معاها. فاكرين مسلسل زهرة وأزواجها الخمسة؟ أهم زادوا مع زيادة الأسعار وبقيوا 12 راجل. في الحقيقة في ناس كتير جدا بتتابع غادة عبد الرازق سواء في مصر أو في الوطن العربي، والحقيقة الناس النهاردة استغربت، وده اللي خلى الناس تعلق على خبر انفصالها عن زوجها مدير التصوير هشام زنيتا. وبرغم ان الطلاق تم في هدوء تام بعد خلافات بينهم رفضت الافصاح عنها، الا ان برضو الجمهور اتصدم من عدد الزيجات اللي وصلت لها غادة عبد الرازق. وبرغم من ان سنها دلوقتي تجاوز 58 سنة، لكنها لسه قادرة تحافظ على جمالها اللي يخلي الرجالة تنجذب ليها ويتجوزوها. اتجوزت غادة عبد الرازق من مدير التصوير هيثم زنيتا من سنتين بالظبط، وكانت اعلنت عنه اثناء التصوير مسلسل سلطنة المعز. وقتها كان شغال مدير تصوير واعجبت بيه وبدات بينهم قصه حب انتهت بالزواج وقتها. والغريب انهم ساعدوش الا صفه صغيره والناس عرفت عن طريق دينا الرقاصه اللي نشرت فيديو من كواليس عمل وظهرت فيه بترقص وكتبت عليه من داخل تصوير سلطنة المعز زفت العروسه القمر غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا. الف مبروك وربنا يسعدكم. وما كانتش دي أول مرة يتجوزوا، لا هم على فكرة كانوا متجوزين قبل كده وانفصلوا للمرة الأولى سنة 2013. بس السؤال هنا، مين هم ال 11 شخص اللي قبل هشام، وهل حد منهم في الوسط الفني؟ غادة عبد الرازق برغم علاقتها بنجوم الفن لكنها ما اتجوزتش على مدار حياتها حد من داخل الوسط. أول زواج ليها في حياتها كان رجل الأعمال السعودي عادل الأزاز وهو عن عمر 17 عام. واستمر الزواج ده لأكتر من 7 سنوات، أنجبت وقتها ابنتها الوحيدة روتانا، ثم انفصلت عنه بسبب خلافات بينهم. أما الزوج التاني كانت من رجل أعمال بورسعيدي بس ما كملوش مع بعض كتير. وقالت غادة في إحدى اللقاءات التلفزيونية إنها طلبت وقتها الطلاق بسبب فارق السن بينهم. واعترفت غادة عبد الرازق إنها اتجوزت من المحامي حلمي سرحان عام 2001، واستمر الزواج أقل من عام وانفصلوا على بداية عام 2002. ومن الزيجات اللي استمرت فترة كبيرة جدا لغادة عبد الرازق فترة زواجها من المنتج وليد التبعي، واللي أنتج لها خلال هذه الفترة فيلمين، الأول 90 دقيقة وأزمة شرف، وحدث الانفصال بينهم عام 2009 بعد خلافات كبيرة جدا بينهم. وتزوجت غادة عبد الرازق من الإعلامي محمد فودة، وصرحت في إحدى اللقاءات التلفزيونية ليها إنها قصة حب كبيرة بينها وبينه، إلا إنها انفصلت عنه بسبب الخيانة الزوجية. وعلى الرغم من تفاصيل كل هذه الزيجات، إلا إن غادة عبد الرازق فاجأت جمهورها أيضا في واحدة من اللقاءات اللي اتكلمت فيها عن حياتها الشخصية، أكدت إنها اتجوزت ما يقرب من 11 مرة، وبعد كده قامت صدمتهم واتجوزت ال 12. وبعد كل الزواج ده غادة بتشوف إنها لسه ما لقتش شريك حياتها اللي تكمل معاها. وقالت كمان ان انفصالها بيرجع لسوء اختيارها لشريك حياتها في كل مرة، وادعت انها فاشلة في الزواج، وقالت على لسانها انها فاشلة في الزواج بسبب سوء اختياري، الرجولة للأسف ما بقتش موجودة وانعدمت. متخيلين ان اتجوزت 12 مرة وشايفة ان الرجولة ما بقتش موجودة وانعدمت؟ كفاية كده يا فنانة، انت استحملت بجد كتير. بس الحق يقال ان المميز في موضوع غادة عبد الرازق انها لما اتطلقت ما عملتش دوشه وما قرفتناش زي ما حصل في موضوع حسام وشيرين.
وهو كلها يومين والناس تنسى وغادة كمان نفسها تنسى وتدور على حد تاني وتتجوز ونسمع جواز غادة عبد الرازق رقم 13. وحقيقي لازم احنا كأهالي نفهم بناتنا ان اللي بيحصل ده مش صح ونربيهم على فكرة استقرار الأسر والبيت زي ما احنا تربينا، ونسيبنا بقى من الفنانين والكلام اللي بيضيعنا في الآخر، لأن محدش فيهم أهل إن يكون قدوة لأي حد من ولادنا. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، واستنوني في فيديو جديد معايا. أنا أخوكم أحمد الحكيم.